بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض مراجعة للموك اكزام للمادة ام 150 بي للسبرينج سمستر 2017-2018. انا مش متأكد التاريخ كام بالظبط، ولكن هو وصلني في شهر 5-2018. مش هنحل الموك كله، في اسئلة فوق سهلة وفي اسئلة تحت سهلة، ولكن هنحل الجزء الصعب من الموك اللي هو بروبلم سولفينج كويتشنز، وده عليه 40 درجة، وفي مسألتين يعني صعبين شوية. هنا بيقول لك write a python function، ده السؤال الاول، write a python function named ex function، فالجزء ده سهل. reads in sentence، هتقرأ لي جملة من المستخدم given by the user، reads in sentence given by the user، يعني اقرأ جملة من المستخدم. طيب وبعدين scrambles this sentence، scrambles يعني لخبطها او شقلب الجملة او اعكس حروف الجملة، وبيوضح لك هنا بيقول لك with each word، لكل كلمة من كلمات الجملة replaced by its reverse، هتتعكس. يعني ايه يا عم، مش فاهمين حاجة من الكلام ده كله؟ قال لك انا هدي لك مثال. على سبيل المثال لما يكون عندك جملة زي this is a test، هتاخد كلمة this تعكسها، تخليها بدل ما هي this من اليسار لليمين، هتخليها من اليمين لليسار بالشكل ده، هتعكس حروف this. is بدل ما هي اي اس هتخليها اس اي. حرف الاي هيفضل زي ما هو لانه حرف واحد، كلمة تيست هتتعكس حروفها بالشكل ده. يبقى انت عندك جملة هتاخدهم كلمة كلمة وتعكس الحروف بتاعتهم، وبعدين print the scrambled sentence وreturn the scrambled sentence. قبل ما تحل سؤال زي ده لازم تتعلم الاول مهارة ازاي تعمل عملية عكس او ريفيرس للليست او للاري. في حد هيقول لي يا عم احنا بنتكلم على السترينج، ايه اللي جاب الليست في الموضوع؟ هقول لك ما هو نفس القاعده في البايثون اللي بتستخدم في عكس عناصر الليست، هي نفس القاعده اللي بتستخدم في عكس عناصر السترينج، وانا عايز ادي لك الاثنين عشان يبقى عندك مفهوم الاثنين، عشان لو جالك اي سؤال تاني مختلف في الامتحان تبقى انت فاهم ازاي تعكس عناصر الليست، ازاي تعكس عناصر الاري، ازاي تعكس عناصر السترينج. لما يكون عندي لسته اللي بيساوي فيها مجموعة من العناصر زي مثلا 2 3 4 5، لو احنا جينا قلنا برنت ال هيطبع لك ال، هيطبع لك الليستة اهو 2 3 4 5. طب لو عايزين نعكسها نعمل ايه؟ تقول له بنفس الطريقة دي تحفظها كده، ال اوف نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض سالب واحد، ده كده يعمل لك عملية عكس العناصر الليستة. تعال كده نشوف اهو، شوف الخمسة كانت في الاخر بقت في الاول، الاربعة بعدها بقت هنا، يبقى عمل لك عملية عكس العناصر الليست. نفس الموضوع في الاري، لو انت جيت هنا قلت له import numby as nb وعايز تعمل اري، بنعمل الاري ازاي؟ نقول له مثلا arr هيساوي nb dot array وحط له نفس العناصر. وبعدين قول له print arr of، نفس الطريقة دي بتعمل لك عملية عكس الايه للاري. تعال نشوف اهو 5 4 3 2، تعال نغير ده عشان يبان الفرق اهو، 1 3 4 5 بقت 5 4 3 1، يبقى عمل لك عملية عكس العناصر بتاعت الاري. نفس اللي احنا بنعمله هنا هو نفس اللي بنعمله في السترينج. لو انا عندي مثلا سترينج كلمة اسمها احمد، عايز اعكس الكلمة دي او اعكس حروفها، ما هي عاملة زي الاري، ما انت عندك حروف هي كأنها زي عناصر الاري بالظبط، فانت برضو هتستخدم نفس الطريقة، تقول له print str of نقطتين فوق بعض، نقطتين فوق بعض سالب واحد، ما تنساش بقى اهو، ده هيعمل لك ايه؟ عكس لك كلمة احمد، عكس لك حروف كلمة احمد. دي البداية اللي تخلينا نقدر نحل سؤال زي ده. خلاص، طيب اول حاجة بيقول لك write a python function named ex function that. قبل ما تكمل السؤال او تقرأ السؤال حل الجزء ده الاول عشان تاخد الدرجة بتاعته، اضمن الدرجة بتاعت الجزء ده لان كل حاجة عليها درجة. def
كده انا بعرف فانكشن، الفانكشن ده اسمه ايه؟ اي اكس فانكشن قوسين بالشكل ده ونقطتين فوق بعض، دي عليها درجة، انا خدت الدرجة بتاعتها خلاص. بعد كده اقرأ جملة من المستخدم. هتيجي هنا مثلا تقول له الجملة، تقول له مثلا ووردس، يعني انا بسميها ووردس لان هي عبارة عن جملة، والجملة دي هقسمها بعد كده الكلمات فسميتها ووردس. ممكن تسميها اي حاجة تانية، ممكن تسميها اس تي ار، المهم انك هتاخد جملة من المستخدم، ممكن تسميها سنتنس، انا سميتها ووردس. هنا بقى مش هستخدم ايفال. ليه مش هستخدم ايفال؟ ايفال بتستخدم بس في العمليات الحسابية، لما هاخد قيمة من المستخدم والقيمة دي انتجر وبعدين عايز احولها لانتجر عشان اعمل عليها عملية حسابية بستخدم ايفال. ولكن انا هاخد نص من المستخدم، هاخد جملة من المستخدم، يبقى مباشرة هتقول له input enter a sentence، يعني دخل لي جملة. خلاص؟ طيب ده الجزء الثاني اللي هو اقرأ جملة من المستخدم. الجزء الثالث اللي هو بيقول لك ابدأ بقى عكس لي حروف الجملة دي. طيب في حاجة انا عايز ايه، عايزك تاخد بالك منها الاول. انا عندي جملة، ما هي ووردز دي عبارة عن جملة بس هي مكونة من مجموعة من الكلمات زي دول، فانت عايز تقسمهم. عشان تقسمهم هتقسمهم ازاي؟ عايز تقسمهم بدل ما يبقوا جملة كاملة، عايز تقسمهم الى كلمات. فهتيجي هنا تقول له ووردز هيساوي ووردز دوت سبليت. سبليت بيعمل عملية تقسيم. تقسيم ازاي؟ يعني مثلا عندك جملة زي دي بيبدأ يقسمها لك الى مجموعة من الكلمات، ادي كلمة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، بيحولها لك الى ليست او اري، يعني هو تقريبا بيحولها الى ليست. المهم انها بتكون ليست عبارة عن مجموعة من القيم بالشكل ده او مجموعة من الخانات. يبقى دلوقتي لما انت خليته سبليت او لما استخدمت معاه الميثود اللي اسمه سبليت، هيرجع لك اري بالشكل ده فيها مجموعة من العناصر. اذا ووردز دي بقت عبارة عن ايه؟ بقت عبارة عن ليست. طيب ما هو ده المطلوب، انا عايز اتعامل مع العناصر بتاعت الليست، يعني انا عايز اتعامل مع كل عنصر من عناصر الليست دي، يعني انا عايز كل عنصر من عناصر الليست. في الحالة دي هعمل ايه عشان الف على عناصر الليست؟ ايه الطريقة اللي بتخليني الف على عناصر الليست؟ لازم اعمل فول لوب، الفول لوب دي هتلف على كل عنصر من عناصر الليست بحيث ان انا اقدر اتعامل مع العنصر ده لوحده واعمل له عملية عكس، واتعامل مع العنصر ده لوحده واعمل له عملية عكس، اتعامل مع كل عنصر واعمل له عملية ريفرس. يبقى انت لازم تيجي تقول له فور اي ان ووردز. فور اي ان ووردز يعني ايه؟ يعني الاي اعتبر كل مرة عنصر من عناصر الاري او الليست اللي اسمها ووردز. الاي كل مرة عنصر من عناصر الليست اللي اسمها ووردز. يعني الاي اول مرة مثلا في المثال ده this، تاني مرة is، تالت مرة ايه، المرة اللي بعدها تست. الاي كل مرة عنصر من عناصر الليست اللي اسمها words. يعني عشان تخلي الموضوع احسن شوية ممكن تسميه word بدل ما تسميه اي، كأنك بتقول له الword ده عبارة عن كل مرة كلمة من عناصر الwords. طيب دي كل مرة كلمة، انت عايز تعمل ايه في الكلمة دي؟ عايز تيجي هنا ومثلا print وورد اللي هي الكلمة، كل لفة من لفات الفور لوب هيجيب لك كلمة جديدة، فانت الكلمة دي عايز تجيب عكسها، فهتقوم قايل له وورد اوف نقطتين فوق بعض نقطتين فوق بعض سالب واحد، دي هتعمل لك عملية عكس للكلمة. خلاص؟ بس لان كل مرة او في كل لفة من لفات الفور لوب هيجيب لك كلمة معينة ويعكسها لك، برنت هتطبع لك كل كلمة في سطر. عشان ما تطبعلكش كل كلمة في سطر اعمل هنا كده فاصلة وبعدين end بيساوي كده. طيب تعال نجرب الكود ده ونشوف هو شغال ولا لا. تعال ننادي الاول على الفانكشن، لان انت لو شغلت الكود كده من غير ما تنادي على الفانكشن مش هيعمل لك اي حاجة. تعال نقول له ex function. enter a sentence. تعال اقول له مثلا Welcome to Python. شوف كلمة Welcome في الأول عكسها لك ايه، وبعدين كلمة to عكسها لك، وبعدين كلمة Python عكسها لك. يبقى احنا نفذنا الكود بشكل سليم وسهل. خلاص؟ وخلي بالك ان هو في حل هنا، بس الحل ده انا شايف ان هو
يعني انا ما جربتوش وما بس، ولكن هو شكله صعب يعني، او طريقته اصعب شويه، فانا جايب لك حل اسهل. خلاص، طريقه اسهل في الحل. طيب، انا ملاحظ ان هو هنا بيقول لك في السؤال برنت وراجع يقول لك ريتيرن. احنا ممكن عشان نحل المشكله دي ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل هنا نعرف متغير اسمه سنتنس، نقول له بيساوي مثلا كده، يعني بندي له قيمه مبدئيه فاضيه. وبعدين بدل ما نطبع الكلام ده نقول له مثلا sentence بيساوي sentence زائد الوورد كده. طيب تعالى في الاخر بقى هنا نقول، نحاول نقول له كده برنت سنتنس. يعني هي تعتبر ظبطت يعني. خلي دي بس فيها مسافة كده. المسافات دي عموما مش هتفرق، مش هيحاسبك عليها في الاختبار يعني. كده ظبطت. خلاص، انا عملت الكلام ده ليه؟ ليه عملتها بالطريقة دي؟ مع ان احنا كنا وصلنا لنفس النتيجة، بس انا عملتها بالطريقة دي لان هو طالب منك هنا بيقول لك برنت وراجع يقول لك كمان اعمل لي ريتيرن. فانا عشان اعمل برنت واعمل ريتيرن لازم اجي هنا في الاخر اقول له برنت وارجع اعمل كمان ريتيرن، رغم ان هو المفروض يقول لك يا برنت يا ريتيرن، بس هو قال لك اعمل لي برنت واعمل لي ريتيرن، فانا هقول له ريتيرن برضه سنتنس. خلاص، يعني الميثود بيعمل الاثنين مع بعض، بيعمل عمليه برنت وبيعمل عمليه ريتيرن. طيب عندك بعد كده السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك رايت ا بايثون فانكشن نيمد سمبل سم، ديف وبعدين سيمبل سم نقطتين فوق بعض، ريدز ان سترينج اوف نمبرز. يعني انت هتقرا سترينج اوف نمبرز. يعني ايه سترينج اوف نمبرز؟ يعني هتقرا قيمه سترينج، يعني هتقراها عن طريق الانبوت مش عن طريق ايفال. ايفال بيقرا قيمه هتحولها الانتجر. لا، هو بيقول لك اقرا لي سترينج، ولكن سترينج عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الارقام. هنشوف دلوقتي مثال. Convert the string to a list. هتحول لي السترينج لستة اوف انتجر نمبرز. حلو. بعد كده if the first number is odd، لو الرقم الاولاني من الليستة odd يعني عدد فردي، compute the sum of all the numbers. هتعمل عملية حسابية لعملية جمع النمبرز كله. Otherwise if the first number is even، لو اول رقم عدد زوجي، هتحسب البرودكت او عملية ضرب لجميع الارقام. يعني انت في الاول هتطلب من المستخدم ان هو يدخل قيمه سترينج. القيمه السترينج دي عباره عن مجموعه من الارقام زي 1 2 4 5. صحيح المستخدم دخل مجموعه من الارقام، ولكن البرنامج شايف ان هم سترينج لانك انت دخلتهم على اساس ان هم قيمه سترينج. خلاص، فانت المطلوب منك بعد كده ان انت تعمل ايه؟ تاخدهم اهم على ان هم قيمه سترينج، بعد كده تحولهم الى ليست. الليست دي عباره عن ليست اوف انتجرز، يعني هتحولهم لليستة الأرقام بتاعتها انتجر. وبعد كده تشوف لو أول رقم ده عدد فردي يبقى أنت هتعمل إيه؟ لو الرقم الأولاني عدد فردي هتجيب مجموعهم، مجموعهم بيديلك 12. أما لو العدد الأول عدد زوجي فأنت هتعمل عملية ضرب فهيديلك 240. 2 في 4 في 5 في 6 بيدي 240. هي مش صعبة بس طويلة شوية. انت هتعمل فانكشن. اول حاجه تعالى ناخدها خطوه خطوه. هتعمل فانكشن، هتقرا السترينج اوف نمبرز، يعني هتقرا سترينج تقول له مثلا اس تي ار مثلا بيساوي. طبعا هتستخدم انبوت بقى زي ما قلت لك، مش هتستخدم ايفال. ليه مش هستخدم ايفال؟ لان انا بقرا قيمه سترينج بس. هتقول له انتر نمبرز سيبريت
باي سبيس، يعني دخل لي شوية أرقام افصل بينهم بمسافة، خلاص عشان أقدر إن أنا أعمل لهم سبليت. ما هو لما يفصل لي بينهم بمسافة هقدر أعمل سبليت بحيث إن أنا أحولهم إلى ليست. أنت دلوقتي عايز تحولهم إلى ليست، هتعمل إيه؟ هتستخدم السبليت. هتيجي هنا تقول له نمز، تعرف متغير اسمه نمز مثلا هيساوي str dot split. split عملت ايه؟ خدت ال str اللي هو ده اللي فيه مجموعه من الارقام عملت له split. لما تعمل له split انت حولته الى لسته، اللسته دي فيها مجموعه من الارقام، ولكن خلي بالك ان كل الارقام اللي فيها برضو ارقام string. يعني ايه؟ يعني هنا في السطر الاولاني انت دخلت له 2 3 4 5 كده، كل دول قيمه سترينج. في السطر الثاني انت عملت لهم سبليت، فلما عملت لهم سبليت اتحولوا الى لسته، ولكن اللسته دي فيها عناصر برضو سترينج مش عناصر رقميه. الاربعه سترينج والخمسه سترينج، فيها شويه عناصر. العناصر دي ايه؟ العناصر دي سترينج. خلاص مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نحول العناصر اللي موجوده في الليسته دي الى عناصر من نوع انتجر، فلازم تلف على عناصر الليسته كلها وتعمل عمليه كاستنج، عمليه تحويل لكل عنصر، تخليه بدل ما هو سترينج تخليه انتجر. فهتعمل فور اي ان رينج، تلف على عناصر الليست في طريقه معينه احنا عارفينها بنلف بيها على عناصر الليست او عناصر الاري، اللي هي فور اي ان رينج اوف لينس اوف اسم الاري او اسم الليست اللي هو نمز. كده انت بتلف على عناصر الليست. طب لما الف على عناصر الليست كل عنصر من عناصر الليست اسمه ايه؟ اسمه نمز اوف اي. اول عنصر من عناصر الليست اسمه نمز اوف زيرو، تاني عنصر من عناصر الليست اسمه نمز اوف واحد. اذا كل لفه من لفات الفور لوب بيجيب لك عنصر من عناصر الليست. طب العنصر ده انت عايز تعمل عليه ايه؟ عايز اعمل عليه عمليه بحيث ان هو يبقى انتجر بدل ما يبقى سترينج. فهتقول له نمز اوف اي بيساوي انت اوف نمز اوف اي. يعني ايه؟ يعني هات لي كل مره عنصر من عناصر الليست حوله لي الى انتجر، وبعدين ارجع حطه في نفس العنصر. فبكده لما يلف على جميع عناصر الليسته كل مره هياخد عنصر جديد يحوله الى انتجر ويرجع يحطه في الليسته مره تانية، فهيحول لك الليسته الى ليسته من نوع انتجر. حلو قوي. طب وبعدين؟ ما هو خلي بالك انا محتاج احولها الانتجر علشان اعرف كل رقم منها قيمته كام، لان انا هعمل عمليه حسابيه، سواء العمليه دي بعد كده عمليه ضرب او عمليه جمع، فلازم احولهم الى انتجر. طيب بعد كده بيقول لك اهو، بيقول لك converts the string to list of integer numbers. يعني هو كمان في السؤال قال لك حولها لي الى لسته من الانتجر نمبرز. بعد كده بيقول لك if the first number is odd، لو العدد الاولاني من اللسته هو odd يعني عدد فردي، compute the sum of all numbers، اجمع لي العناصر بتاعت اللست. يبقى انت عايز تشيك دلوقتي او تتشيك هل اول عنصر من عناصر اللسته odd ولا لا. فهتيجي هنا تقول له if، لو اول عنصر من عناصر الليسته اللي هو نمز اوف زيرو، نمز اوف زيرو هو اول عنصر من عناصر الليسته، هتقول له مود باي 2 ايكوالز ايكوال زيرو. ده كده بيعمل تشيك، بيشوف لك العدد الاولاني عدد زوجي ولا لا. طب انا مش عايز اشيك هو عدد زوجي ولا لا، انا عايز اشيك هو عدد فردي ولا لا. يبقى هتقول له لو لا يساوي زيرو، يعني لو قلت له يساوي زيرو انت كده بتختبر العدد ده عدد فردي ولا لا، عدد زوجي ولا لا. لكن لو قلت له لا يساوي زيرو معناه انت بتختبر هو عدد فردي ولا لا. خلاص. فهتقول له لو العنصر الاولاني من العناصر هو اود، كومبيوت ذا سم اوف اول نمبرز، هتجيب مجموع كل العناصر. عشان تجيب مجموع كل العناصر هتعمل فور لوب، فور اي ان رينج اوف لينث اوف نمز، وكل مرة هتقول له سم مثلا بيساوي، او ممكن بدل ما تقول سم تقول زي ما هو كاتب كده انسر، بيساوي انسر
زائد العنصر ده. بس لازم في الاول قبل الفور لوب نيجي كده ونقول له ان انسر، خليها صام عشان ما نتلخبطش. صام بيساوي صفر. احنا كده عملنا ايه؟ احنا لحد هنا فاهمين، احنا هنا بنتشيك بنشوف هل العدد ده فردي. لو العدد ده فردي المفروض ان احنا نعمل ايه؟ هو بيقول لك لو العدد فردي اعمل عملية جمع لكل العناصر. عشان اعمل عملية جمع لكل العناصر في فور لوب اساسية، الفور لوب دي بتلف على جميع عناصر الليستة. بنبدأ من اي اللي هي صفر لحد اخر عنصر من عناصر الليستة، اذا احنا بنلف على جميع العناصر. بنعمل ايه؟ كل مرة بناخد عنصر من عناصر الليستة، خلي بالك دي نمز اوف اي مش نمز اوف زيرو. كل عنصر بناخد، كل لفة بناخد عنصر من عناصر الليستة، ما هو نام اوف اي ده كل مرة عنصر من عناصر الليستة، بناخده وبنجمعه على صم. في النهاية بعد ما بتنتهي الفور لوب، الصم بيكون فيها المجموع النهائي لكافة العناصر الموجودة في الليستة. وخلي بالك ان احنا لازم في الاول قبل الفور لوب نقول له صم بيساوي صفر. لان انت لو ما قلتش في الاول صم بيساوي صفر، فانت بتحاول ان انت تجمع صم اللي هي ملهاش قيمة على الاري اللي هي فيها قيمة. طب صم قيمتها كام؟ لازم يكون لها قيمة عشان تجمعها. فلازم في الاول تقول له ان صم بيساوي صفر، ولازم يكون قبل الفور لوب مش داخل الفور لوب. في النهاية بعد ما تنتهي الفور لوب، الصم هيكون فيها المجموع النهائي للعناصر. خلاص؟ ممكن دلوقتي نسميها بدل صم، ممكن نسميها انصر. خلاص انصر او صم مش هتفرق معايا كتير، بس انا بسميها انصر لان انا هستخدم انصر في حاجة تانية. خلاص؟ طيب يبقى اول حاجة لو العدد عدد فردي بعمل الكلام ده. طب لو العدد عدد زوجي، else معناها لو العدد مش فردي، لا لو العدد زوجي. في حالة ان العدد زوجي compute the product، هتعمل عملية ضرب لكل العناصر اللي موجودة في الليست. يبقى انت برضو هترجع تعمل فور لوب مرة تانية زي دي، انت عايز تجيب بقى البرودكت. هتقول له بدل انصر بيساوي زيرو هتقول له انصر بيساوي واحد، هقول لك ليه. وبعد كده هتلف على جميع العناصر، بس بدل ما هتعمل عملية جمع هتعمل عملية ضرب، لان هو بيقول لك هتجيب لي عملية الضرب لكل العناصر. خلي بالك ان دي زي ما قلنا لك مش زيرو، دي اي. خلاص؟ فده هيجيب لك ضرب كل العناصر اللي موجودة في الليست وهيخزنها في انصر. طيب ليه هنا خدنا واحد في انصر ما خدناش صفر؟ لان انت هنا بتعمل عملية ضرب. لو انت انصر كانت في الاول زيرو بدل واحد، كل مرة هيضربها لك في زيرو فهتطلع النتيجة زيرو. في المرة اللي بعدها انصر هتبقى بزيرو، هتتضرب في اي حاجة هتطلع النتيجة زيرو. في المرة اللي بعدها انصر بزيرو، هتتضرب في اي حاجة النتيجة هتبقى زيرو. فلازم الانصر تبقى واحد لانك بتعمل عملية ضرب. طيب في النهاية خالص، خلاص هو طالب منك انك تعمل ايه؟ return the value that you computed above. هتعمل ريتيرن للصم، ريتيرن للانصر. بس كده اتحل السؤال. تعال بقى نستدعي الفانكشن اللي هو ده. طالما ما عندكش جملة طباعة، انت بتعمل ريتيرن بس في الفانكشن، يبقى انت هتيجي هنا تستخدم جملة الطباعة بره وتنادي على الفانكشن اللي اسمه سيمبل صم. خلاص؟ خلي بالك هو اداني ايرور. عارف اداني ايرور ليه؟ ده مش تبع الفانكشن. كل حاجه تبع للفانكشن لازم تكون على مسافه من الفانكشن، يعني الفانكشن بيبدا من هنا، لازم عشان يكون جوه الفانكشن لازم يكون هنا كده. شوف، لازم ده اعمله مسافه كده، اعمل له تاب كده عشان يبقى تبع الفانكشن. هنا بيقول لك انتر ا نمبرز سيبريت باي سبيس، هدخل له 2 3 4 5. ادالك 120. ادالك 120 ليه؟ لو لاحظت هتلاقي ان اول عدد زوجي، في حاله ان اول عدد زوجي، العدد الاولاني عدد زوجي، كومبيوت ذا برودكت، هات لي ضرب العناصر. ضرب العناصر 2 في 3 ب 6، 6 في 4، 4 في 6 ب 24، 24 في 5 ب 120.
طيب لو جربنا تاني ودخلنا أول عدد فردي، يعني دخل لي مثلا واحد اتنين تلاتة أربعة، جاب لك مجموعهم. جاب لك مجموعهم ليه؟ لأن في حالة إن أول عدد فردي بيجيب لك المجموع، واحد زائد اتنين زائد تلاتة زائد أربعة هيدي لك 10. طيب دول كانوا المثالين اللي موجودين في الموك اكزام للسبرينج سمستر 2017 2018. اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع بشكل كويس. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.